السلام عليكم أيها الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قال له: يا ابن رسول الله، قد نسيت الدعاء الذي علمتني إياه أثناء الطواف حول الكعبة في موسم الحج. قال: فما كنت تقول؟ قال: كنت أكثر بالصلاة عليكم أهل البيت. قال: لا عليك، إن أفضل الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. بصفوة الخلق هذا اليوم ينحصر، يوم التباهل يوم زاهر نظر، يوم بهم باهل المبعوث عن ثقة، نصارى نجران إذ باتوا لينتظروا. فقال أسقفهم للجميع مرتعبا: لا، لن نباهل من أهلوه قد حضروا، إنا نرى لهم نورا سيمحقنا، لو باهلونا خسفنا وانمح الأثر. إذ دعا الله طه اليوم مبتهلا، وأمنوا بعده قد حاقنا الخطر. كأن سرا من المعبود يحرسهم، وما لنا من مخرج إلا إذا عذروا. هم خمسة قبل هذا الكون قد خلقوا، في عالم النور قبل الذر قد زهروا، في عالم النور قبل الذر قد زهروا، وسادة الخلق في علم وفي خلق، هم الأبرار الميامين والغرر. من يعرف الله يعرف أن حبهم فرض من الله لا زيغ ولا بطر. قد عاهدوا الله في إخلاص طاعتهم، فأيد الله مسعاهم بما صبروا، بلطفه حاطهم عن كل سيئة، وطهر الله أهل البيت مذ فطروا. لأجلهم قامت الدنيا بأجمعها أوتاد نور، بهم قد كرم البشر، تستبشر الروح لو حفت بنورهم، لنا بحبهم منجا ومفتخر. إني لأقسم بالرحمن عن ثقة، رضا الإله بهذا النور ينحصر. سفينة باسم هذا النور قد حفظت، لما طغى الماء والأمواج تنفجر. مرت أمامهم الدنيا بزينتها، وقدمت لهم التيجان والسرور، وزخرفت ساحة الإغراء عارضة، شتى الملذات منها العين تنبهر. فألزموا النفس فانصاعت لأمرهم، وقيدوها بحبل الصبر فانتصروا، وطمأنوها لتحيي العمر راضية، حتى إذا رجعت للحق تبتشر. لهم نفوس تسامت من طهارتها، تزكو وترقى بتقوى كلما اختبروا. فما غزاها الهوى يوما بجانحة، وإن رمتها سهام الغي تنكسر. ولا عيونهم رفت لبارقة، وما تردد في أسماعهم وتر. قالوا لدنياهم والحق يسمعهم، لن تخدعينا بزيف إثره سقر. إنا خبرناك والواعون لو رجعوا، لطلقوك ثلاثا بعدما خبروا. في صفوة الخلق آيات تقومنا،
ذي صفوة الخلق آيات تقومنا، صلوا عليهم تثابوا أينما ذكروا. وللزهراء في هذا اليوم حظ، والحظ الأوفر طبعا للخمسة، ولكن هذا اليوم يزينه ذكر السيدة الزهراء. وطن به الزهراء حط جلالها، ففداء تربته الوجود الأكمل، أصل النبوة والولاء ينبيك عن إجلالها، ملك ويشهد مرسل، هي روح حيدرة ومهجة أحمد، بل إنها الخلق الكريم الأول، خير النساء بل خير من وطأ الثرى، من دونها رفع السماك الأعزل، ولأجلها خلق الجنان وسعرت نار لشانئها تشوه وتنكل. ساد الورى أجدادها، وبها على أجدادها أبناؤها قد فضلوا، والدر كل في الجمال مصدر، لكن يزين الدر ما هو أفضل، خلق ولكن فوق كل خليقة جلت فمعناها البعيد المعضل. سل هل أتى أو هل أتى بمثالها، دهر يجود على الأنام ويبخل، هي آية القربى فشرع ودادها، فرض به منا الفرائض تقبل، هي ليلة القدر، هي ليلة قد جل قدسا قدرها، فيها الملائك بالقضاء تنزل، الطهر نفسا والرضية رتبة، أبدا وأزكى ما يكون وأنفل. جمعت صفات الأنبياء فكلهم منها على قدر يروم وينهل، والكل ما نزل القضاء بساحه في النائبات بفضلها يتوسل، وشفيعة بالحشر يوم وقوفها، والكل يرجوها هناك ويأمل. جهل الورى مقدارها فتراهم يتصاولون بها وكل أعزل، فالبعض عن سفه يقول ويدعي، والبعض يخبط كالعشي ويخطل، والكل في درك تربصه الردى، فيه العقول عن البصائر تذهل. فاطمة مفطومة عن كل رث كنهها، سر بعلم الإله مجلل، هي سر بارئها ومخض جلاله ومثاله الأعلى الذي لا يعدل، هي ركن رحمته وغاية جوده وجناب رأفته البهي المبثل، والحجة الكبرى على حجج الورى من علمها نهلوا وعنها أنهلوا، فاللوح مما تحتويه علومها يبدي على صفحاته ويسجل. نفسي لمقدمها الفداء، أيعدتها عبد ويزجرها اللئيم الأرذل، وهي التي طوعا لهمة لحظها عقل المجرة صابرا يتمثل. يا عقل فاتزع ما ذكرت مصابها، إن العقول لمثل ذا لا تعقل، وبغصتي لذ يا لساني مثلما لاذت وراء الباب ساعة أقبل. أو تحرق الدار التي عن أهلها، من فك ثغر البينات يرتل، أو يلطم الوجه الشريف وكم هوى، طه بأمر الله كان يقبل.
أو يسقطون جنينها لهفي لها وبصدرها المسمار حقدا أشكلوا. وتقول يا ابن العم يا غوث الورى يا من لصارمه يساق الجحفل، يا واحد الدنيا وغب ثنائها ومجدل الأبطال حيث تجدلوا. أتراه يلطمني ويحرق منزلي وينال من حرمي وأنت مكبل؟ وخلافة لك قد أقيم قوامها لسواك يا ابن الخير ها قد أنحلوا. بمن العزاء ومن سواك لي الحمى؟ وبمن يستجير المستجير ويأمل؟ فأجابها أمير المؤمنين والدمع من أثر الظنى كالنار يقدح في اللحاظ فيشعل: لولا وصية أحمد لسقيتهم صرف الردى مما يمج المنصل. ولسمتهم خشناء يلمض كلمها فيها تجس على الأنوف الأرجل. لكن أمرت بحمل لو بعضه في يذبل من دك قاعا يذبل. والفضل في عدل الصروف وإنما صبر القلوب على النوائب أفضل. صبر القلوب على النوائب أفضل. صلوا على محمد وآل محمد. القصيدة الأولى للسيد محمد سعيد الكربلائي، والقصيدة الثانية للأخ محمد الحجيرات. ولذكرى علي كذلك قالها الملا علي وفقه الله، أنه يحلو دائما احتفالاتنا ويحلو بها ذكر الإمام علي على محبته. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وهذا الذكر طبعا راح يكون من جهتكم أنتم الذين ترددون إن شاء الله اسم أمير المؤمنين علي، وإن شاء الله في هذا اليوم أمير المؤمنين يختم كتبنا جميعا، جميع الحضور وكل المحتفلين إن شاء الله كل شيعته يختم كتبنا إن شاء الله بالفوز وعتق رقابنا من النار ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها علي، ويهاجر البلد الحرام محمد ويبيت مختبئا عند مرقده، ويقيم صرحا للجهاد محمد من ذا الذي صرع العتاة سوى، في خندق الأحزاب نادى محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي، وكذاك في أحد أصيب محمد فر الجميع وكان كرارا، ولرحمة الباري علينا محمد والصدمة الكبرى على الأعداء، فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة معا. أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوج الطهر البتول سوى علي. ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى، والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى، والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على، والجنة والنار قل لمحمد
وقسيمها يوم الحساب غدا، وأتم بالإيمان دين محمد، وبها تسمى يوم خندقهم. وعلي يدعو ربه بمحمد، ومحمد يدعو بحق أخي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل، وإن شاء الله أعتبر هدية لشقيقي الشهيد المظلوم السعيد محمد عباس إلى روحه، وإن شاء الله يحشر وتحشرون جميعا، ويحشرنا الله جميعا مع الذين باهلوا أهل نجران ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.